تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة في مصاف الدول الجاذبة للسياح لما تمتلكه من مقومات سياحية تجمع بين الأصالة والحداثة، ما جعلها محط أنظار العالم ووجهة سياحية متميزة. مسيرة مكللة بالنجاح والتميز لدولة عانقت المستقبل وأصبح اسمها مقترناً بالإنجازات الكبرى على مختلف الأصعدة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تعتبر نموذجاً رائداً في المنطقة والعالم. فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نفسها كواحدة من الوجهات السياحية الهامة على خارطة السياحة الدولية، حيث يمتزج فيها الأصالة مع الحداثة والتطور، ويظهر ذلك من خلال النهضة العمرانية التي شهدتها، فهي تتميز بأعلى ناطحة سحاب في العالم وهو برج خليفة الذي يقع في مدينة دبي ويتكون من 163 طابقاً ويضم وحدات إدارية وسكنية وفندق، حيث يعتبر مصدراً للفخر. وتستقطب دولة الإمارات السياح من كافة أنحاء العالم لتنوعها ما بين الترفيه والثقافة والتسوق، وكذلك لتميزها بطبيعتها الصحراوية التي تعد ملاذاً للسياح. تتنوع الأسواق في الإمارات بشكل كبير، فهناك الأسواق العصرية والأسواق الشعبية. أما من ناحية الطعام فقد فتحت دولة الإمارات أبوابها لأمهر الطباخين من مختلف أنحاء العالم. على الرغم من التطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات، إلا أنها ما زالت متمسكة ومهتمة بالحرف والصناعات التقليدية الشعبية إلى يومنا هذا، لتعكس الطابع الإماراتي الأصيل، حيث تتنوع هذه الحرف والصناعات، ومنها صناعة الحصير وصناعة السدو وصناعة الفخار وصناعة الخوص وغيرها الكثير. وما زالت الإمارات الشقيقة تواصل طريقها إلى فضاء المستقبل، ضاربة بجذورها في عمق الأصالة والتاريخ العريق.